Lupa mengapa.
صلي على سيدنا محمد صلاة ترغب
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإيه وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام بالله.
Di awa dengan gesolawan.